بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نهديكم دائما في صباح الشروق صباحا باسما عطرا ومغلة لا ترى في غيركم بدلا. أهلا بكم إذن متابعينا الأعزاء في لقاء جديد وحلقة جديدة عبر صباح جديد من صباح الشروق. هذه تحايا فريق العمل لهذا اليوم، وعدد من الفقرات بإذن الله في انتظار حضراتكم، وعدد أيضا من الضيوف الأعزاء اللي حينضموا لنا تباعا داخل الاستوديو لنناقش معهم عدد من الموضوعات والمحاور المهمة. وأيضا إن شاء الله من خلال صباح الشروق وعبر الهاتف سنكون على تواصل مع كل غرف الطوارئ في كل هذا الوطن الحبيب السودان. ونا دائما بالصحة والسلامة لكم، وأجمل الألحان الصباحية مهداة لكم.
كتب عنوان وفسر سابني فيه وحسار السفر مكتوب مغفر أكتب عنوان وفسر سابني فيه وحسار كتب لي بالجوايا يصفر الحنين ودعني صفر يعجل في سكسار الفراق عليه يا